خلصنا اول طنجره وهي الثانيه، هذا العصب، هذا بيجيب 12 ولد. ها مش الناجتس والكريسبي والكنتاكي والبيتزا. خريج مطابخ أجنبية، اسمي سعيد بشارة من نبطية. هي العصب إجران العجل، وفرجيتك عليهم جوا، هلا بتشوفهم بعدين. سمينا فياجرا وطنية ومكتوبة على الإزاز فياجرا وطنية. جيل مبسوطة والنسوان مبسوطة، وتقلي أنا مختجل من هالكلمة هذه؟ لا هذا المطبخ فيري بيسك يعني. لا نحن عاملين ديكور الله اكبر شيء، اللي بنحتاجه للفته وللفول والحمص موجود عندنا، اكثر من هيك ما في عندنا.